في التنفيذ أكرم جحنيط مباشرة صوب القائم الثاني، الفرصة تبقى متاحة، الكرة خطيرة، جول الأول للوفا قسطايفي. دغموم هذه المرة في الدقيقة 44 من زمن المباراة، دغموم يحرر الوفاق ويحررنا أيضا بهدف أول، ستليه أهداف أخرى بحول الله. هدف أول للوفاق الرياضي سطيفي، هذا ما كان منتظرا ومطلوبا ومأمولا، هذا ما تطلعنا إليه في الدقائق السابقة. المتابع مباشرة لجابو، جابو معك دغموم، يفضل الاحتفال بالكرة، يسقط هذا المدافع، يتقدم جابو بفنيته بمهارته، تصل الكرة من هناك، ممتازة لجحنيط من جديد، يستدير بالكرة، يعود إلى الخلف لدغموم، توقع دغموم، دخل دغموم بالكرة، الهدف الثاني، خليل درفلو، يا خليل يا درفلو، خليل درفلو ينقذ الوفاق، خليل درفلو يمنح الأسبقية للوفاق ويضعه بحول الله في الدور القادم في دور المجموعات. هدف مشتغل عليه بشكل ممتاز، نشاهد العمل الرائع، نشاهد التواجد الاستراتيجي لجحنيط، نشاهد التوغل، هنا دغموم، هنا خليل درفلو بروعة وامتياز، يضع الكرة في الشباك، يحرك الشباك الموريتانية للمرة الثانية. عمل كبير صراحة قام به جحنيط من الدفاع إلى الهجوم. الهدف الثاني، والوفاق الرياضي سطيفي وفي لتقاليده ولشخصية البطل القاري، الرقم السابع في معادلة الكرة الإفريقية، يعود من بعيد قندوسي، جحنيط يستدير بذكاء كبير، يتريث دغموم بروعة، يرفع راسه بشكل ممتاز، خليل درفلو البديل.